البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال الشارح رضي الله تعالى عنه: الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة وجنازة لغتان مشهورتان كما في شرح المهذب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. الرواية بالذال المعجمة هاذم، ومعناه قاطع اللذات، هذا ما الشيء إذا قطعه وهذرم الكلام، لعلها من نفس المعنى يحصل تقطعات في الكلام. هاذم وهادم لعلها تصح في بعض الروايات، ولعلها إذا جاءت روايات بالدال. فالموت يقطع اللذات ويهدمها. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. قال حسن الغير: أخرجه الترمذي والنسائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد ظاهر الحسن، ولكن قد اختلف في وصله ورساله، ورجح الدارقطني في العلل المرسل من مراسيل أبي سلمة. وكذلك الإمام أحمد في مسائل أبي داود رجح المرسل. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعر، وفي إسناد أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي وهو مجهول الحال. وفيه أيضا عبد الله بن عمر العمري وضعيف سيء الحفظ، وتصحف في الأوسط إلى عبيد الله. فالحديث حسن بمجموع الطريقين، أعني المرسل مع حديث ابن عمر. قال الشارح رضي الله عنه: فيه الحث على تذكر الموت، ويحصل بتذكر الموت والإكثار من ذلك فوائد كثيرة، منها الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعاصي والإخلاص في الأعمال والابتعاد عن الكبر والعجب والحسد والخوف من الله والاستعداد للقائه وغير ذلك. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبه وقال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لهرمك، ومن حياتك لموتك. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم تمني الموت. من يجيب على المسألة قبل قراءتها؟ تمني الموت ما حكمه؟ يعني لا يجوز، منهي عن، إذا كان التمني بسبب ضر نزل به. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا،
فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي إلى آخره، والأفضل الصبر والسكون للقضاء، انتهى. قلت هكذا قال النووي بالكراهة، والنهي حقيقته التحريم ولا نعلم صارفا له عن حقيقته. وقد صرح بعدم الجواز وعدم الحل ابن حزم في المحلى والإمام الألباني في أحكام الجنائز. ولا يعارض الحديث قوله تعالى عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فإن المراد منه أن يثبته على الإسلام وأن يتوفاه عليه كما هو ظاهر. وقد جاء في ضمن حديث طويل في مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذا يدل على ما ذكر النووي من جواز الدعاء بالموت إذا خاف الفتنة على دينه، والله أعلم. قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قلنا إسناده صحيح ولم يخرجه أبو داود، وإنما أخرجه ابن ماجه مع النسائي والترمذي. قال السندي رحمه الله: قيل هو لما يعالج من شدة الموت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب ويشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها. وقيل هو من الحياة، فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى فعرق لذلك جبينه. وقيل يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه، انتهى. قلت: والقول الأول أقرب، وهو علامة لحسن الخاتمة، وقد تتخلف عن البعض ولا يدل ذلك على سوء خاتمته، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. قال: مسألة حكم التلقين وكيفيته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: معناه من حضره الموت والمراد ذكروه لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكره الإكثار عليه والموالاة. ها معنى الموالاة؟ متابعة، يعني يكثر عليه ويتابعون عليه مرة بعد مرة، فلعله بسبب شدة حاله قد يتكلم بكلام لا يليق. وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قال: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه، انتهى. قلت: والتلقين يحصل إما بالتذكير أو التعريض أو يأمره بأن يقولها، ولا كراهة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رجل من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. الحديث خرجه أحمد وهو صحيح، وقد صحه الإمام الوادي رحمه الله في الصحيح المسند، ويصلح بالتعريض بأن يذكر الله بجواره هو نفسه الزائر أو العائد، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يذكر الله بجواره فيذكره بالذكر. مسألة ثانية: تلقين الكافر
إذا مرض الكافر استحب الذهاب إليه ودعوته إلى الإسلام بأن ينطق بالشهادتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عمه أبي طالب كما في الصحيحين ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قلنا في التعليق في إسناده رجلا يقال له أبو عثمان وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل، وأبوه مجهول أيضا، وفيه أيضا اضطراب، فربما رواه أبو عثمان عن أبيه عن معقل مرفوعا، وربما وقفه، ربما أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة، فالحديث ضعيف. والعلماء يقولون أبو عثمان ليس بالنهدي، يعني حتى لا تظن أنه أبا عثمان النهدي، يقول بعضهم فيه أبو عثمان وليس بالنهدي، أي مرادهم أنه رجل آخر مجهول، وقالوا ليس بالنهدي لأن أبا عثمان النهدي ثقة ويروي عن الصحابة، فهو في نفس الطبقة يروي عن الصحابة. قال مسألة حكم قراءة سورة ياسين عند المحتضر وعلى الميت. استحب بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة، أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة، يعني سورة ياسين، وبعض مستحب ذلك بعد موته، ولكن تقدم أن الحديث ضعيف، فهذا العمل لا يشرع بل يعد من البدع والله أعلم. بعض المسائل الملحقة، مسألة المريض ماذا يغلب، جانب الرجاء أم جانب الخوف؟ ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغليب جانب الرجاء لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي الحديث. وذهب بعضهم إلى التسوية بين الرجاء والخوف، واستدل لهم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وفي إسناده سيار بن حاتم وهو ضعيف يرويه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ولجعفر مناكير. وقال الترمذي عقب الحديث قد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إذن الصحيح في الحديث الضعف وأنه مرسل، ولو كان الحديث ثابتا فليس فيه أن الرجاء والخوف كانا متساويين، فيحتمل أنهم اجتمعا ولكن كان الرجاء أقوى، فلا يخالف ما تقدم، والصواب هو قول الجمهور. ما هو هذا الصواب الذي رجحناه؟ أنه ما لا عندك يغلب جانب الرجاء، المريض يغلب جانب الرجاء، والمقصود المريض المرض الذي هو يخشى منه موت، لأنه كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. المسألة الثانية توجيه المحتضر إلى القبلة. استحب كثير من أهل العلم أو أكثرهم توجيه المحتضر إلى القبلة على اختلاف بينهم، هل يوجه مستلقيا أم على جنبه الأيمن، وعلى هذا أكثرهم. واستدلوا بحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني ضمن حديث طويل فيه ذكر الكبائر، وقال استحلال البيت الحرام
قبلتكم أحياء وأمواتا. من ضمن عد الكبائر عدد استحلال البيت الحرام ووصفه قبلتكم أحياء وأمواتا. الحديث فيه ضعف. وهذا الحديث ليس بصريح، إنما المراد به في اللحد على صحته، قد جاء موقوفا، المراد أنه قبلة في اللحد، هذا معروف من زمن قديم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلحدون قبل القبلة. واستدلوا بحديث عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي أن البراء بن معرور توفي وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. والحديث محتمل أنه أراد أن يوجه إلى القبلة في قبره، لما تشعر ذلك كلمة أوصى. ومع ذلك ففي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وهو كذلك مرسل لأن عبد الله بن أبي قتادة تابعي وقد روى بنفسه القصة ولم يسندها. قال الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. الصحيح الكراهة لعدم وجود دليل على توجيه المحتضر إلى القبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.